يا صباح الهنا والرزق والخير ومنتصف الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، يا رب كده يبقى يوم حلو وبيحمل اخبار حلوه والايام اللي جايه كمان، وعندنا ماتشات زي ما حضراتكم عارفين مهمه جدا، اكيد نتمنى ان هو يكون في تركيز ويتمنى كمان يعود الاهلي مره تانية زي ما احنا نعرفه باذن الله. فتره صعبه لكن هنتكلم في كل تفاصيلها، بس اهم حاجه زي ما هاكد كل يوم الدعم الدعم الدعم. خليني ابدا مع حضراتكم وانوه بالفقرات زي ما احنا متعودين. بدايه هيكون معانا فقره اولى دكتور هشام الجندي رئيس اتحاد الشطرنج. عايز اقول لحضراتكم ان احنا محققين بطولات عظيمه جدا ولسه عندنا استعدادات لبطولات جديده في الفتره القادمه، هنتكلم عنها ونفهم بالظبط. وناس كتير ما تعرفش اصلا ان احنا في الشطرنج يعني شاطرين جدا وواصلين لرانكينجز كويسه جدا، فدي معلومات اعتقد هتهم حضراتكم للي بيحب اصلا اللعبه دي. فقره ثانيه هتكون معانا الفقره الطبيه، معانا دكتور إيهام الحياوي وهي استشاري التغذية العلاجية، وفقرة برضو بتحمل ملف مختلف وحضراتكم ممكن تبعتوا لنا من دلوقتي لو حد عنده أي يعني استفسار أو عايز استشارة معينة. اسمحوا لي معلش في البداية كده أبدأ كلامي قبل ما أبدأ الحلقة أصلاً، عشان لازم الواحد يبقى متابع ولازم الواحد يبقى عنده درايه ولازم الواحد يبقى مركز قوي في الفتره اللي هو فيها دلوقتي. الاهلي لو هنيجي نتكلم مع حضراتكم عنه ونوصف الحاله العامه، الاهلي في وضع صعب، ما اقدرش دلوقتي اطلع او اي اعلامي يطلع يقول لحضراتكم الاهلي زي الفل، الاهلي ما فيهوش اي ازمه، لا احنا عندنا ازمه، احنا عندنا ازمه، واعتقد احنا كمان المباريات اللي جايه عندنا كمان للاسف الشديد ما كناش نتمنى ده ابدا ابدا، بس عندنا عدد كبير من اللاعبين مش هتبقى موجوده بسبب الاصابات. يعني قلنا الكلام ده قبل كده وهنفضل نقوله تاني لان احنا محتاجين حل يعني من اصل المشكله بقى، مش هنقعد ان احنا زي ما بيتقال كده نحاول نظبط ونحل ومش عارفه نعمل ايه، لا احنا عايزين اصل المشكله ان هو يتحل اللي بقاله تقريبا موسمين لحد دلوقتي. عندنا تلاحم للمباريات غير طبيعي غير مسبوق في العالم كله، تاني غير مسبوق في العالم كله زي ما حضراتكم عارفين، مفيش بلد في الدنيا ابدا بيحصل فيها اللي بيحصل عندنا ده، حاجه مش طبيعيه، وبالتالي ده هيبقى ليه انعكاسات على الارض اكيد غير ساره تماما. لما تيجي تتكلم عن الاهلي وتيجي تتكلم تحديدا عن اللعيبه وتتكلم عن الاصابات، انت بسبب التلاحمات دي عندك اصابات شديده جدا، والوضع اللي احنا فيه احنا عندنا اصابه محمد شريف، خليني بقى اقول لحضراتكم الاسامي، عندنا اصابه عمرو السوليه، عندنا حسين الشحات، عمار حمدي، اكرم توفيق، ده غير طبعا اللعيبه اللي بتعاني كمان من اجهاد ومشاركتها بنتكلم طوال 90 دقيقه. فأكيد أكيد صعب جدا إن احنا نكمل بهذا الشكل. طيب الحل دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها إيه، بعيدا بقى أو بعيدا عن الحل اللي هو من الروتس زي ما بيتقال أو إن احنا نلاقي حل أساسي بقى يحلل لنا أصل المشكلة، يعني احنا يا جماعة هنكمل كده المواسم اللي جاية كمان ولا لأ، بغض النظر عن النقطة دي، الحل اللي احنا دلوقتي أعتقد محتاجينه هو فكرة الروتيشن بين اللاعبين المتاحين زي ما بتقال عندنا، ونمنح كمان الصاعدين حديثا طبعا للفريق الأول فرصة أكبر عشان نقدر إن احنا نعتمد عليهم. عندك برضو أسماء محترمة جدا، عندك كريم فؤاد، عندك زياد طارق، عندك غيرهم كتير. في كمان قاعدة احنا مفروض نعرفها في الأهلي وهي فكرة إن مفيش حد بديل وحد أساسي، يعني انت عندك فريق متكامل ما فيهوش بديل واساسي والبديل هو اللي لا ما ياخدش فرصه، لا الاساسي هو اللي لازم نعتمد عليه، الكلام ده مش مظبوط. اي حد بيلبس تيشيرت الاهلي هو مفروض بيكون على قدر المسؤوليه وبيقدر ان هو يحقق النتائج الجيده اللي تليق بهذا النادي، فلازم يكون في اصرار، لازم يكون في روح، لازم تكون في شخصيه النادي الاهلي مع اي لاعب بينتمي ليه، مفيش بقى اساسي وبديل والكلام ده مش عندنا. ما اعتقدش ان احنا هنقدر نعمل اي حاجه حاليا في الفتره اللي احنا فيها دي غير ان احنا ندعم، غير ان احنا نساند الفريق بتاعنا، غير ان احنا نتمنى كمان الشفاء طبعا العاجل لكل لاعبتنا، كل التوفيق يا رب لكل لاعب موجود دلوقتي بيحمل يعني اسم النادي الاهلي، نتمنى ما يكونش في اصابات تاني، حاجه صعبه جدا. هنفضل نقول هذا او هذه الجمله، الاهلي بمن حضر، الاهلي فعلا بمن حضر، وده مش كلام، الاهلي اثبت لنا على مدار سنوات طويله جدا ان الاهلي بمن حضر، اللاعبين اكيد قادرين ان هم يثبتوا المقوله دي واثبتوها قبل كده وهيثبتوها كمان في المستقبل، يعني مواقف صعبة كتير عدت علينا لو نفتكر كمان ونرجع بالتاريخ، أنا بحب دايما لما أقول حاجة نستشهد بالتاريخ، احنا كنا في مونديال الأندية كنا ناقصين قد إيه، كنا ناقصين الدوليين وقدرنا إن احنا نحصد برونزية العالم طبعا للعام التالي على التوالي، الحمد لله رب العالمين، دي حاجة كويسة جدا ودي أو ده بيأكد لنا قد إيه احنا لعيبتنا لعيبة تقيلة. لكن تاني خلينا نبقى متفاهمين الصورة واحنا بنزعل، خلينا نبقى متفاهمين الصورة واحنا بنغضب حتى،
التلاحمات اللي موجوده صعبه جدا غير مسبوقه يا جماعه، ما حصلتش. واللعيبه دول برضو بني ادمين، انا مش بدي اعذار ومش طالع اقول لحضراتكم لا احنا مش من حقكم تزعلوا ومش من حقنا نغضب، لا طبعا من حقنا، ومن حقنا نزعل جدا على الكاس، ومن حقنا ان احنا نطالب بالدوري وما نتنازلش عنه على فكره، بس معلش الصوره بس تبقى واضحه اكتر من كده. وحتى وانا بغضب ما انساش ان انا دوري دلوقتي كجمهور ان انا ساند، اغضب بس ساند، ما تخليش الروح الانتماميه توصل للفريق. وحضراتكم الموضوع على فكره ده تويته ممكن تاثر، الموضوع مش قصه يعني هو حد هياخد باله، اه بياخدوا بالهم، اه الكلام السلبي بياثر بشكل كبير، احنا مش عايزين ده، مش عايزين ده لاسباب كتيره، منها ان انت مش عايز حد يشمت فيك، مش عايز حد من بره يجي يقول بص حتى الجماهير بتاعت النادي الاهلي مش ما بقتش طايقاهم، احنا مش عايزين نوصل لده ابدا، ان احنا مش كده، احنا بنتكلم ان احنا على الحلوه وعلى المره، والنادي الاهلي ياما فرحنا، والنادي الاهلي ياما اسعدنا، كان في فرق تانية ما بتجيبش حاجه خالص، واحنا اللي كنا عمالين نكسب نكسب نكسب، حتى كانوا بيقولوا لنا وبعدين هتفضلوا تكسبوا لامتى؟ ولا احنا ناسيين؟ لا نرجع للتاريخ، اللي بينسى يرجع للتاريخ. عندنا ماتشات مهمه وماتش مهم طبعا امام المقصه باذن الله بكره، واكيد احنا محتاجين الثلاث نقاط، وباذن الله كمان ما نفرطش في اي نقطه لان ما عندناش رفاهيه اصلا الموضوع ده في الفتره القادمه. ده كده الوضع او دي الصوره بشكل كده سريع جدا. خليني بقول ادخل في الاخبار واللي حصل بالامس، لان كان في اجتماع مهم جدا مع او بين كابتن سيد عبد الحفيظ وطبعا لاعبي الاهلي، ده كان موجود قبل المران عشان ياكدوا أو عشان هو يأكد على أهمية الفترة اللي جاية وقد إيه لازم نبذل قصارى جهدنا خلال اللقاءات اللي جاية كلها، وإن يبقى فيه شغل وأداء بروح الأهلي اللي تعودت عليه الجماهير اللي هي تستحق أكتر من اللي بيقدم حاليا من الفريق. نقطة مهمة، كابتن سيد عبد الحفيظ بيؤكد للاعبين وفريق الأهلي إن الجماهير تستحق أكتر من ما هو مقدم منهم حاليا، وده كلام محترم وده كلام سليم علشان يقدروا إنهم يحققوا الفوز وطبعا المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، البطولة اللي هي المحببة اللي احنا مش هنتنازل عنها أكيد لغاية الثانية الأخيرة. شدد أيضا على ثقته الكبيرة في فريقه ولاعبته رغم الغيابات طبعا بسبب زي ما كنت بقول لحضراتكم إصابة العديد من اللاعبين، وحاجة محزنة برضو يعني لما تيجي تتكلم كده، أنت عندك أربع أسماء للعيبة أساسية. على كل حال الأهلي طبعا بيستعد لمباراة مصر المقصة بإذن الله ضمن منافسات بطولة الدوري، وإن شاء الله خير، بس نتفائل، ومطلوب مننا حاجة واحدة حاليا هي دعم كامل ومن القلب، والنبي محدش يطلع يدعم لنا الفريق وهو غضبان، خلينا ندعم من القلب من جوانا علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا. وعلى فكره احنا مرينا بحاجات زي كده او كبوات زي كده يعني فترات طويله على مدار برضو التاريخ، وعلى فكره الدنيا اتشقلبت والحال اتشقلب واصبحنا الحمد لله في التوب، يعني لما تيجي حتى تلاقي الرانكينج بتاعتك كانت مش افضل شيء، الدنيا بتتشقلب والاهل بيفاجئك او بيخليك او زي ما بيقول بيبقى عند حسن ظنك، حصلت قبل كده كتير يا جماعه لو احنا فاكرين. على كل حال خلينا نكمل واروح لحضراتكم، لان اكيد هنتكلم بالتفصيل في الفقره الحواريه عن ده، لكن خليني اروح مع حضراتكم دلوقتي لان برضو في ملف مهم جدا، واتحاد الكره هنا المفروض ان هو ارسل خطاب رسمي للاتحاد الافريقي طبعا عشان نعرف الموقف النهائي من مباراة هنا أو مباراتي منتخب مصر أمام ملاوي في التصفيات طبعا المؤهلة لأمم أفريقيا اللي مفروض أن هي كانت تقام في 2023 كوت ديفوار، لكن الكاف كان سبق زي ما حضراتكم برضو تابعتوا وأعلن تأجيل إقامة البطولة لمفروض يناير 2024 بدل اللي هو العام المقبل. فعايزين نعرف، عايزين يعني بينتظر اتحاد الكرة هنا رد الكاف على استفساره بخصوص هنا مواجهتي ملاوي طبعا، وزي ما بقول تاني ان هي كمان مقرر ليها شهر سبتمبر الجاي، فالجدول هيبقى ماشي ازاي عشان بس الناس تبقى عارف، ده طبعا ضمن الجولتين الثالثه والرابعه من مشوار تصفيات امم افريقيا. طيب كمان المفروض ان بيبحث اتحاد الكره الاتفاق على خوض هنا مباراتي وديتين طبعا بمعسكر شهر سبتمبر المقبل، حال ده في حال اعلان الاتحاد الافريقي تاجيل مواجهات يعني الجولتين الثالثه والرابعه من التصفيات المؤهله. بالمناسبه برضو عايز اقول لحضراتكم منتخب مصر خاض في مشوار تصفيات امم افريقيا عشان نفتكر كده تحت قياده وقتها او قياده ايهاب جلال طبعا قبل ما يتم اقالته، كان مباريتين، الاولى كانت امام غينيا وفاز طبعا فيها او فاز الفراعنه فيها ب1-0، والثانيه اللي شهدت خساره للاسف الشديد كانت خساره كارثيه امام اثيوبيا بنتيجه 2-0 يعني. طيب منتخب مصر بيتواجد حاليا ضمن منافسات المجموعه الرابعه بجانب طبعا منتخبات ملاوي وغينيا واثيوبيا،
وللأسف بيتدين المنتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد هنا 3 نقاط وبفارق الأهداف. طبعا بتتصدر إثيوبيا وبعد كده منتخب ملاوي وبعد كده غينيا ب3 نقاط لكل منتخب فيهم. ده كده برضو سريعا بلغة الأرقام حتى هذه اللحظة الوضع واقف فين. ننتقل بعد كده بقى لملف آخر وبطولة العالم للخماسي الحديث وأخبار بقى مفرحة للكبار واللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 24 ل 31 يوليو بتنظيم بجد أكثر من رائع حقيقي والله العظيم. أنا بقول لحضراتكم يمكن الكلام ده أنا بقوله في كل بطولة لأن فعلا يستحق. يعني لو حضراتكم منكم اللي متابع الأوبننج بتاعهم والكلوزنج والتنظيم اللي في الداخل وقد إيه فيه سيستم محطوط، فبجد كل التقدير للقائمين على تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث، حاجة مشرفة فعلا. وعايزة كمان أأكد إن البطولات الدولية دي اللي بتستضيفها مصر في مختلف الألعاب الرياضية يعني في الفترة كمان تحديدا الأخيرة لو ركزنا يعني من كام شهر الأخرانيين دول مصر استضافت بطولات كتيرة جدا عالمية ودولية استطاعت أن هي تحقق النجاح في تنظيمها، وده يمكن أدى ثقة كبيرة جدا لمختلف الاتحادات الدولية كمان في إسناد. هنا بنتكلم ملفات تنظيم البطولات الدولية المختلفة لمصر وبفضل دعم طبعا يعني هنا بنتكلم القيادة والقيادة السياسية والقائمين على أصلا منظومة الرياضة المصرية والشباب الموجود. ما نقدرش ننسى كمان الشباب الموجود اللي بيشترك وبيتطوع في تنظيم يعني محافل كبيرة زي كده، وجهد كبير جدا برضو لدور الاتحاد المصري طبعا للخماسي الحديث في إعداد اللاعبين، تنفيذ خططهم التدريبيه في ضوء برضو الاستعدادات هنا زي ما بنقول البطولات ومواصله الانجازات في مختلف المحافل واللي كان اخرها يمكن فضيه اولمبياد طوكيو. واداء برضو كان بالمناسبه للاعبي منتخب الخماسي الحديث بيعكس تطور اللعبه دي، اللعبه دي زمان ما كناش بنسمع عنها كتير، مؤخرا الاداء فعلا اختلف بشكل كبير لدرجه ان هو وصلك لميداليات، انت بتحصد ميداليات بجراء هذا التطور اللي حاصل في الخماسي الحديث. وده كمان شيء اكد عليه عايز اقول لحضراتكم رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتتكلم كده وقال الكلام ده في العام الماضي. لو احنا عرضنا الكلام ده طبعا قال احنا يعني اقمنا بطوله العالم للشباب والناشئين في مدينه الاسكندريه التاريخيه والجميله، وقال كانت ناجحه جدا واستمتع كبار الرياضيين العام ده برضو ان شاء الله او هيستمتع بنفس التنظيم الرائع، فبالتوفيق لينا باذن الله. وبالمناسبه برضو امبارح كان في منافسات توج المنتخب الوطني الخماسي الحديث بذهبيه يعني تتابع السيدات في منافسات بطوله العالم للخماسي، وجاء التتويج ده او تتويج منتخب مصر ده عقب حصول يعني ثنائي الفريق وعندنا اسمين اكثر من رائعين يا جماعه، هايدي عادل واميره انديل. يعني على كم نقطة بقى البنتين؟ على 1298 نقطة، حاجة فعلا 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 مشرفة وبداية كده حلوة زي ما بيتقال. أنا حابة إن احنا ناخد مزيد من التفاصيل لأن برضو يعني حاجة كده مبشرة، ولازم نعرف كمان الاستعدادات أصلا للبطولة في الفترة المقبلة. معانا مهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. يا باشمهندس شريف صباح الفل وألف مبروك علينا، بداية موفقة جدا. صباح النور وألف مبروك لمصر طبعا، نتيجة رائعة امبارح بداية موفقة زي ما حضرتك قلت لبطولة العالم الكبار، أهم بطولة للاتحاد الدولي بعد الدورة الأوروبية طبعا، وبتقام على أرض مصر في مدينة الإسكندرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. الحقيقة يعني مجهود رائع من كل القائمين الحقيقة على البطولة، وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية، الأكاديمية، لجان الاتحاد الحقيقة، يعني شغل رائع اكثر من رائع الحقيقه، ومنتخبنا طبعا بيأدي اداء يعني مبهر الحقيقه. اول يوم كان زوجي الرجال احمد اشرف واسلام حامد حققوا لنا الفضيه، بعد الزوجي الكوري الحقيقه والزوجي الكوري الحقيقه ده قوي جدا، فكان مخلص الفردي في المركز الثالث والرابع، بيحاول المركز الاول احنا الثاني والشيك الثالث. البنات كمان عملوا اداء رائع زي ما حضرتك قلت، يعني هايدي عادل وأميرة أنديل أبدعوا امبارح الحقيقة، تصدروا منافسات السلاح ثم تصدروا الكروسية ثم حصلتهم شوية في السلاحة ثم في الكومباين كانوا الثاني الحقيقة بعد المكسيك، إنما في المجموع العام حصلت المركز الأول، مكسيك ثاني وكوريا في المركز الثالث، ثم الصين ثم يعني بلاد كتير الحقيقة. في أكثر من 41 دولة مشاركة في البطولة، أكثر من 500 لاعب ولاعبة مع الأستاذ البويداري، يعني الحقيقة احتفالية كبرى في الإسكندرية. مصر الحقيقة يعني بلد كبيرة جدا جدا في الخماسي الحديث دلوقتي، وبقت قوة لا يساعد.
رائع جدا. انا عندي استفسار مش سؤال، او حب معرفه زي ما بتقال. الخماسي الحديث في الفتره الاخيره، ويعني هنقول في الكام سنه الاخرانيين، في طفره كبيره جدا، واصبح ليهم كمان جماهيريه كبيره جدا ومتابعين، على عكس قبل كده. حتى الاتحادات بقت تركز اكتر، حتى اللعيبه بقت بتحصل على الاهتمام اكتر، لغايه لما وصلوك لميداليات بعد كده. فممكن اعرف الاختلاف ده برضو يا باشمهندس شريف، يعني حصل ازاي ونتيجه ايه وكواليس لو حضرتك برضو تطلعنا عليها. حضرتك عارفه ان النجاح في الرياضه ما بيجيش صدفه، بياخد وقت الحقيقه. صحيح. الاستقرار هو اهم عوامل النجاح، استقرار مجلس الاداره، استقرار المدربين واللاعبين، توفير الماديات المطلوبه من الدوله الحقيقه ومن الرعاه الحقيقه، بشكرهم جدا 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 على وقفتهم معانا. كل ده بيؤدي ان احنا نعرف نعمل البرامج اللي احنا عايزينها بشكل كويس. يمكن احنا بدانا من 2012 برنامج يعني مكثف جدا، في كل حاجه هيكون في التاريخ الرياضه كويس. من لايف كوتشنج، من نيوتريشن، من سبلمنت، من ريكفري، كل حاجه هيكون فيها احنا بنحاول نوفرها للاعبتنا المنتخبنا. ده طبعا يؤدي الى نجاح في النهايه. من 2017 كاس العالم 2017 الى يومنا هذا ما فيش كاس عالم كبار ولا ناشئين ولا شباب الا منتخب مصر موجود على منصه التلفزيون على الاقل مره واحده. بالظبط. الرجال فات السيدات، والميزه ان مصر دلوقتي صاحبه اكبر قاعده للاعبي الخماسي الحديث في العالم، يعني اكثر من الصين واكثر من كوريا واكثر من المانيا وفرنسا وايطاليا. فده الحقيقه خد وقت وخد مجهود طبعا، ويمكن احنا المنافسه الداخليه عندنا بالنسبه لمنتخبنا تبقى اصعب من البطوله نفسها، لان حضرتك عارفه ان كل دوله يبقى ليها اربع لاعبين بس بيلعبوا، اربع لاعبات، ودلوقتي يبقى لينا اثنين لعيبه فقط في مرحله البنات والبنات لو تاهلوا. يعني احنا بنتاهل باكثر من هذا العدد، وبنضطر نختار من هو الافضل الذي يمثل. يعني بجد حاجه مفرحه وكلام بيسعدنا كلنا كمصريين حقيقي. باشمهندس شريف بالتوفيق باذن الله في الخطوات اللي جايه في البطوله الحاليه، بس بدايتها مسك، انا مش هقول نهايتها مسك او ختامها مسك، بدايتها مسك. فبالتوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. بشكر حضرتك جدا. ناخد على التليفون دكتور محمود شاهين عشان نعرف تفاصيل اكتر، مدير عام طبعا مركز التنبؤات. يا دكتور صباح الفل على حضرتك. صباح الفل استاذ نهوان، اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. اهلا بيك، وبنحب دايما كحضرتك تكون معانا علشان نعرف مزيد من التفاصيل طبعا حول حاله الطقس، لان طبعا فصل الصيف داخل بشده والوضع طبعا يعني صعب شويه الى حد ما، لكن خلينا نطمن من حضرتك كمان عن احوال الويكند لو لديك يعني معلومات. اتفضل يا دكتور. طبعا في البدايه طبعا برحب بحضرتك ويا ريت نبلغ سلام للاستاذ كريم والف سلام عليه. بالنسبه طبعا لحاله الطقس، احنا الاجواء خلال هذه الفتره فيها استقرار شديد في الاحوال الجويه، من الصعب نلاقي فيه تغير سريع. فصل الصيف ومنخفض الهند الموسمي اللي بيسيطر على كافه محافظات الجمهوريه بتاثيره في ارتفاع درجات حراره او نسب رطوبه، فبالفعل درجات الحراره خلال هذه الفتره بتتراوح من 35 ل 36 درجه في الظل على القاهره ومحافظات الوجه البحري. لكن طبعا مع ارتفاعات نسب الرطوبه وعنصر الرياح بيخلينا بيزود احساسنا شويه بهذا الارتفاع، كما لو كانت ما بين 38 و 39 درجه. كلما اتجهنا الى الجنوب كلما ارتفعت درجات الحراره بشكل ملحوظ، وكلما قلت نسب الرطوبه خاصه على جنوب الصعيد. انما كلما اتجهنا الى الشمال، سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط، فهي تعتبر الملاذ الامن لينا خلال هذه الفتره في شهر 7 وفي شهر 8، نتيجه طبعا ارتفاع درجات الحراره في المناطق الداخليه. درجات الحراره على السواحل بتتراوح من 30 ل 32 درجه. هناك نسب رطوبه اكثر شويه من القاهره، لكن نسيم البحر بيكون ليه تاثير ايجابي بشكل كبير جدا، وبيخلي الاجواء ممتعه جدا على شواطئ البحر المتوسط، خاصة الفترة اللي هي بعد العصر حتى ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح. طب يعني طمنا كده، مفيش الأسبوع ده إلى حد ما هيشهد استقرار، ومفيش بقى مثلا يوم هيبقى فيه ارتفاع شديد أو حاجة، يعني الناس تطمن حتى المسافرين أو اللي هيفضلوا في القاهرة. بالظبط، يعني حضرتك مفيش أجواء مختلفة عن الأجواء اللي احنا بنستشعرها خلال هذه الفترة. كويس. موجات شديدة في الحرارة خلال الفترة القريبة، خلال الست أيام القادمين على الأقل. هدوء في سرعات الرياح على الامواج في البحر المتوسط وفي البحر الاحمر، ارتفاعات الامواج طبيعيه ان شاء الله، ما فيش اي مشاكل في الشواطئ.
وبالنسبه للمناطق السكنيه والقاهره والوجه البحري والمناطق الداخليه مفيش حاجه خالص ممكن تعوق حركه السفر. او ومحيط الهند طمنا عليه يا دكتور، محيط المحيط الهندي ولا منخفض الهندي؟ منخفض الهند سوري. لا منخفض الهند ده قاعد معانا شويه، هو ده اللي بيخلينا نستثمر الجو يعني مش هنقول قاسي، ولكن ارتفاعات الرطوبه اللي احنا بنشوفها خلال ما تبقى من شهر 7 واغسطس كمان شهر 8 ما زال هو المسيطر، والكتله الهوائيه المؤثره بشكل كبير على اغلب محافظات الجمهوريه. انا بشكرك جدا دكتور محمود على التغطيه الرائعه كالعاده، شكرا ليك جدا. هنروح فاصل لسه اكيد اخبار ده لسه الحلقه شويه عليها، يعني نروح فاصل سريع ونرجع نكمل. رحب بحضراتكم مرة ثانية، وبما ان احنا بنتكلم عن الإصابات وبما ان احنا بنتكلم عن تلاحم المباريات وازاي ده ليه تأثير سيء جدا وسلبي جدا على اللاعب نفسه وعلى الفريق بالتالي وعلى النتائج، خلينا ناخد على التليفون عشان نفهم أكتر دكتور عادل توفيق، يعني مدير مركز العلاج الطبيعي بالنادي الأهلي بالجزيرة. يعني يا دكتور صباح الفل طبعا في البداية على حضرتك. صباح الخير أستاذ نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدينك. أنا هبدأ بالسؤال اللي يعني أعتقد ده تساؤل كلنا دلوقتي في الشارع المصري بنسأله، وأي حد مهتم بالكرة المصرية وأي حد مهتم طبعا من مشجعي النادي الأهلي، فكرة تلاحم المباريات والإصابات اللي بتنتج نتيجة عن هذا التلاحم، وإزاي ممكن إن احنا إلى حد ما مع هذا التلاحم نتفادى الإصابات المتكررة اللي بقينا نشوفها يمكن ماتش أو ماتش لأ في كمان لاعبتنا وفي النادي الأهلي. اتفضل يا دكتور. هو في الحقيقه طبعا لما بنتكلم عليها بالله ظاهره عامه كل بيت مصر دلوقتي نتيجه تلاحم مباريات كل 3 ايام ماتش بدون استشفاء بدون اي برامج تاهيليه لاعاده الاستشفاء من ثاني. بس لو ركزنا اكتر هنلاقي الكلام ده موجود اكتر في لاعبي النادي الاهلي. طبعا لان معظم اللاعبين كانوا بياخدوا فترات راحه مدده مواسم باستثناء لاعبي النادي الاهلي الوحيدين اللي بقى لهم 4 سنين في لعب مستمر ومنافسات مستمره ما بين بطولات دوري وكاس ومع منتخب مصر في افريقيا وتصفيات كاس العالم. فلاعبي الاهلي الوحيدين اللي تعرضوا لهذا المجهود الرهيب دون عن اي لاعبين تاني من الانديه الاخرى بتاعت الفئه المصريه. وده طبعا قدرهم لان هم بيلعبوا في كل البطولات وفي نفس كل البطولات. بالظبط بالظبط. فواضح جدا ان طبعا تاثروا طبعا بضغط عصبي جامد جدا بالاضافه للضغوط النفسيه كمان اللي متعلقه بالمنافسه. نقطة مهمة جدا يعني صح. مش بس طبعا مش بس ان هم بيلعبوا، ما هو ممكن لاعب يلعب ما عندوش ضغط انه ينافس على بطولة. لاعب النادي الاهلي مطالب كل بطوله بينافس عليها عايز ياخدها، او ده المنتظر منه او ده المطلوب منه من جماهيره ومن ناديه. فطبعا الضغوط العصبيه مع الضغوط الجسمانيه وتلاحم المواسم وعدم ما فيش فترات راحه بياخدها اللاعب عشان يستشفى والريكفري بتاعه، ده الامر اللي ادى طبعا تكرار الاصابات بالصوره اللي احنا شايفينها. احنا كل ماتش لينا عندنا لاعب او اثنين بيصابوا. صحيح. فطبعا ده قدر النادي الاهلي، وانما يؤدى كل شيء. احنا عندنا اعلى مستويات الاستشفاء موجوده في مصر، غرف الاستشفاء التبريد كل شيء. الحقيقه طبعا ما يتعرض ليه الاهلي غير مسبوق يمكن في العالم. في العالم يعني هنا بقى صراحه في العالم. الراجل جاي اهو لسه جاي بقاله شهر مثلا، فوجئ باوضاع غير موجوده غير مسبوقه في العالم في حضرتك. بالظبط. طيب خلينا نمشي واحده واحده مع حضرتك، معلش يا دكتور استحملني في المداخله دي لان انا هسال في كل حاجه بقى يعني كل حاجه ممكن كمان اعتقد ان هي ممكن تيجي في ذهن الساده يعني المشاهدين حاليا انا هسال حضرتك فيها عشان نحاول نفهم الصوره بشكل واضح وكمان الفتره اللي جايه هتحمل لينا ايه. مبدئيا يا دكتور هو مفروض اصلا اللاعب بين المباراه والمباراه ياخد بريك قد ايه؟ ده اللي هو الطبيعي يعني في علم كره القدم اصلا وفي علم الرياضه الطبيه المفروض قد ايه؟ على الاقل 5 ايام. 5 ايام. على الاقل 5 ايام دي نقطه. طيب ما بينهم ما بينهم الاستشفاء بتاع ثاني يوم التمرين او الماتش،
وما بين التأهيل والتجهيز للماتش اللي بعده. يعني أول حاجة كده غير متوفرة، إحنا بنلعب تقريبا كل يومين أو ثلاثة، يبقى رقم واحد. بنلعب كل ثلاث أيام بالظبط. آه إحنا هنمشي مع بعض بقى بالورقة والقلم عشان إيه يعني الصورة تبقى واضحة، دي حاجة. الحاجة الثانية فكرة هنا الإعداد والفترة اللي المفروض أصلا يتم إعداد اللاعب فيها، وزي ما حضرتك اتكلمت هنا الشق النفسي اللي الضغط فيه بيؤثر بشكل كبير، والترابط ما بين الضغط النفسي والضغط بعد كده البدني، ورايح جاي، والضغط البدني والضغط النفسي، يعني هم اعتقد حاجه زي ما بيتقال كده مترابطه ببعض بشكل كبير جدا، وحضرتك تشرح لنا دي اكتر. خلينا ناخدها من الاول، كل الدنيا زي ما بتشوفي كده حضرتك يخلصوا السيزون بتاعهم لازم يبعد عن كل ما هو اسمه كره قدم. كل ما يتعلق بكره القدم، سواء بقى من ناحيه شكلها حتى ككوره، اي اخبار خاصه بيها، بالمنافسات، بالتوقيتات، باي حاجه، يفصل تماما عن انه كونه لاعب كره قدم وبيمارس حياته كانسان عادي مالوش علاقه بكره القدم. والكلام ده طبعا له جانبين، جانب بدني وده بيتعلق بالراحه السلبيه زي ما بنقول، لان كل العضلات دي بتحتاج حاجه اسمها راحه سلبيه. راحه سلبيه يعني ايه؟ يعني راحه ما فيهاش اي مجهود ولا اي شغل بدني او حتى ذهني يعني. وده بقى الجزء الثاني اللي بتكلم فيه بقى، يعني احنا بنتكلم على الراحه البدنيه او الذهنيه، والراحه النفسيه انه ينسى اتصاله بكره القدم وما يتعلق بيها من منافسات وشد اعصاب وتوترات والكلام ده. وبالتالي فبيرجع لها باشتياق، بيرجع للكوره مشتاق لها من تاني. احنا عندنا اللاعب ما بيلحقش ينساها، بيبقى زهقان منها بقى زي ما بنقول، مش مشتاق بقى، يعني بيتصل الموسم بالموسم ما بيلحقش يعرف هو احنا هتروح بعيد ايه؟ لسه لاعبين من كام يوم الكاس بتاع السنه اللي فاتت. نهائي الكاس بتاع السنه اللي فاتت. يعني اذا انت ما بتلحقيش تفصلي حتى المواسم بينها وبين بعضها عشان تعرفي. لا ده حاجه احنا بنلعب على الكاس بتاع السنه اللي فاتت وعندنا الكاس بتاع السنه دي حاجه يعني. بالظبط كده، ومش عارف دوري رابطه ايه ودوري ايه. يعني. لا شيء صعب، احنا كجماهير والله تعبنا. عايز اقول لحضرتك والله يا دكتور احنا كجماهير تعبنا، يعني ما اللعيبه تعمل ايه؟ وزي ما حضرتك قلت احنا بنخلص بطوله عايزين اللي بعدها، بنخش في ماتش عايزين اللي بعده، عايزين مكسب هنا وعايزين مكسب، يعني برضه ضغط كبير يمكن. ومش متخيلين ده كمان بيأثر سلبا على المنتخب اللي هو داخل على المنافسات ومعظم لعيبته من النادي الاهلي من الانديه الاخرى يعني. فطبعا احنا في مشكله جامده جدا، لازم نقف وقفه مع النفس، لازم اتحاد الكوره يقف وقفه، لازم يعيد تنظيم هذا الكلام من تاني، ومش على رغبات اي حد يقول انا عايز استأنف الكاس ده والغي الكاس ده والغي الدوري ده واستأنف الدوري ده، قصه مش كده خالص، قصه لازم نراعي الجوانب النفسيه والجسمانيه للاعبين، لاعبيننا اجهدوا فعلا. طبعا النهارده ما اقدرش اظلم لعيبتي اللي هم بقالهم اربع سنين بيحصدوا في بطولات كويس، ويجي يحصل البدن يقع منهم بظروف خارجه عن ارادتهم وخارجه عن اراده الجهاز الفني والطبي. ده شيء لا يتحمله بشر. صحيح. لا يمكن لو جبنا اي حد باي مقاييس عالميه يقول ان اللاعب النادي الاهلي يتحمل هذه الضغوط البدنيه والنفسيه على مدار اربع سنين ويفضل واقف على رجليه، استحاله. صح انا بتفق مع حضرتك مليون في الميه. طيب بما ان حضرتك معانا برضو يا دكتور، والوضع او المشهد زي ما احنا دلوقتي حللناه مع حضرتك، ايه الحل؟ يعني الحل اللي احنا زي مش هقول الحل، ايه المسكنات اللي في الفتره دي نقدر ان احنا نلجا ليها علشان نقلل من الاصابات؟ لان احنا كل مباراه اصبح عندنا اصابات، وبنتكلم دلوقتي في اربع اصابات في لعيبه، يعني مش هقول اساسي واحتياطي بس، لعيبه وجودها في الملعب مهم. فنتمنى بقى ان يبقى في حل، او زي ما بقول لحضرتك مسكنات حاليه، نعمل ايه برضو يا دكتور من وجهه نظرك؟ هو طبعا استاذ هند علميا المفروض حاجه اسمها روتيشن تكون موجوده، اللي هو سلسله التدوير ما بين اللاعبين. صحيح. لكن حتى الروتيشن ده انت مش قادره تعمليه لكم الاصابات الرهيب اللي عمال يحصل. يعني حتى التدوير المدرب الله يرحمه مش قادر يعمله بصوره كويسه نتيجه حجم الاصابات الكتير والمستمر. احنا في كل ماتش بنفقد لاعب او اثنين، عمال ما بنرجع اللاعب تاني الملعب اللي وراه على طول اتصاب، ويمكن في نفس المركز واكثر. هو طبعا احنا في مأزق مش هنقدر نخلص منه،
على الاقل لغايه ما يخلص السيزون ده قدامنا شهر او شهر ونص يعني. تصعيد الناشئين بقى والاعتماد عليهم بصوره شبه اساسيه، ده هيخف الحمل شويه من على اللاعبين. الاستشفاء على قد ما نقدر ولغايه ما الموسم ده يخلص، عشان لازم حضرتك نقف وقفه تنظيميه لاعاده الاسلوب العلمي في التدريب والاستشفاء اللي اتعرف عليه دوليا يعني. النقطة دي مهمة، الأسلوب العلمي في التدريب والمعايير العالمية. طب زي إيه برضو لحضرتك تقول لنا نقاط عنها يا دكتور عشان الناس برضو تبقى فاهمة؟ اللي هو التوقيتات ما بين الماتشات، طبعا الحصص التدريبية والأحمال، وطبعا كل الكلام ما بيقدرش المدرب عندنا يعمله نتيجة ضغوط الوقت اللي عليه. هو النهاردة عشان أقدر أعمل الكلام ده علميا لازم يبقى فيه مساحة اشتغل عليها. المساحه للاسف ما بيوفرهالناش الجدول اللي موجود دلوقتي. صح. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا ومعروف جدا، احنا ما بنقولش يا جماعه يعني حاجه صعبه، دي حاجات متعارف عليها دوليا وعارفينها وكل الناس عارفينها في الشارع يعني. بس للاسف انت ما عندكش المساحه دي عشان تشتغل عليها. والله يا دكتور يعني الواحد بيسمع من حضرتك، ومهم كمان الكلام ده يوصل للسادة المشاهدين عشان فكرة برضو هنا الغضب اللي موجود، اللي هو على فكرة متفاهمينه جدا، بس لازم أنا لما أجي أغضب وأنا قلت الكلام ده قبل كده أبقى بس فاهم الصورة بشكل سليم. ما التقصير لو كان في تقصير في الملعب هو تقصير ليه أسباب عديدة، الأسباب الأساسية فيها أن أنت عندك لعيبة فعلا منهكة، واللي هو هيقول أن ده مش مبرر ده يبقى ظالم جدا للفرقة وظالم جدا للنادي اللي هو بيشجعه. يعني ما هو ما ينفعش تقول ده مش مبرر، لان البني ادم او اللاعب ده بني ادم في الاول وفي الاخر، فدي نقطه مش بسيطه ابدا يعني. بالظبط كده، ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك. النهارده انا لازم اقف واشوف اللاعب بتاعي ده، ما هو ده اللاعب اللي بقاله سنتين بيجيب لي في بطولات، بيجيب بالظبط بيجيب كاس افريقيا، بيجيب سوبر افريقي، بيجيب برونزيه العالم. يبقى مش طبيعي ابدا ان انا لما الاقيه واقف او مش قادر يعمل الباص المظبوط اللي بيعمله او انا متعوده من بقالي سنتين ثلاثه، في حاجه غلط حاصله فيه، في حاجه غلط بتسيطر عليه او مأثر عليه، مش قادر ياخد القرار زي ما كان بياخده في كل ماتش قبل كده. يبقى النهارده لازم كجمهور وكمشجع للنادي الاهلي لازم اعرف ان ما يتحمله هؤلاء اللاعبين هو فوق طاقه البشر. صح صح، ولازم ليهم عذرهم وليهم رصيدهم عندنا يعني الولاد دول ليهم رصيد عندنا كبير، فما ينفعش ان احنا نجري ورا يعني ما عايزين نقوله بقى يعني الحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا والحاجات اللي بتسوق في اتجاه معين. لا، احنا اذكى من هذا، احنا فاهمين جدا، احنا جمهور واعي، عارفين لعيبتنا قد ايه هم مخلصين، قد ايه اللي بيلبس التيشيرت الاحمر ده مقدر قيمته وعارف قيمته قد ايه وعارف قامته قد ايه لما بيلبسه وبيدافع عنه ازاي. كلام محترم جدا. اي حاجه بتحصل ما عدا ذلك هي فعلا هي فوق طاقته وفوق ارادته وغصب عنه، لان هو فعلا بيموت على الكوره مش الحقيقه يعني. صحيح. يعني يا دكتور انا بشكر حضرتك جدا، مداخله في غايه الاهميه، انا بشكر حضرتك وان شاء الله خير الفتره اللي جايه. نتمنى الموسم ده يخلص، لكن لما نبدا بعد كده موسم جديد يكون في تغيير فعلا، لان الجداول بهذا الشكل يعني في كتابه شهاده نهايه للعيبه كتيره، اعتقد ان لسه قدامها سنوات طويله، بس بالوضع اللي احنا فيه ده هو بيكتب نهاياتهم اسرع. يعني لما لاعب ينهك بهذا الشكل، لا ده شيء صعب جدا يا جماعه، ده شيء صعب جدا. كلام الدكتور مهم، لان انت بتتكلم في دلوقتي زي ما بيتقال ايه، صوره واقعيه على الارض. تاني احنا مش بنحاول نطلع نقول يا جماعه ما تزعلوش، احنا كمان جزء من الجماهير، احنا اكيد زعلانين، ما هو مين كانش عايز ياخد الكاس، مين مش عايز ياخد الدوري والى اخره، بس النقطه دلوقتي ان انت عندك فعلا مشكله على الارض ولا تحل. الموسم الثاني على التوالي مش محلوله، والله اعلم بعد كده الموسم الجاي هتدخله محلول هتبقى محلوله ولا لا. انا مش ذنبي ان انا النادي الاهلي، انا بشارك في كل البطولات، انا مش ذنبي، مش ذنبي ان انا نادي من افضل انديه يعني النادي رقم واحد في افريقيا، برده مش ذنبي، دي حاجه يعني مش بايدي، مش معنى كده ان انا اقدر عشان اجيب البطولات وابقى نادي كبير ان انا يجي على حساب اللعيبه بتاعتي بعد كده في الجداول الموضوعه، شيء صعب جدا يعني مش بالمنطق ابدا يعني. طيب
ادي الوضع حاليا، ولسه اكيد هنتكلم بشكل يعني مستمر على الملف ده لان الملف في غايه الاهميه، وان شاء الله بكره يكون يعني او يتم التوفيق لينا باذن الله. لكن تاني عايز اقول لحضراتكم كل اللي احنا بنطلبه، وده حق النادي علينا وحق الفريق علينا، الدعم فقط، الدعم ونقطه. معلش ازعلوا واحزنوا وكل حاجه، ويبقى عندنا تخوفات وامر طبيعي جدا في اي مكان في العالم، في اي جماهير في العالم، في اي نادي في العالم ده بيحصل، بس بلاش نصدر هذه الطاقه، وبلاش نخلي حد يفرح، ما خلاش نخلي حد على الصعيد الثاني يبقى مبسوط من الوضع اللي بيحصل، احنا اذكى بكتير من كده. خلينا نروح بقى حضراتكم بعد كده وننتقل شويه لكره القدم الانجليزيه اللي اعلن فيها اتحاد كره القدم الانجليزي ورابطه الدوري الانجليزي ايضا. كان في هناك بقى اعلنوا تدابير جديده للموسم الجديد لمعالجه، طبعا حضراتكم عارفين السلوكيات المعاديه الموجوده شويه هناك، والتشجيع العنيف يعني معروف عن المشجعين الانجليز تحديدا، وعندهم بعض الاعمال اللي بتبقى موجوده اللي شهدت كمان مؤخرا في ملاعب كره القدم عندهم، وده كان وفقا لبيان رسمي، ده مش كلام متداول، ده بيان رسمي كان عبر الحساب الرسمي للدوري الانجليزي، قال ان في حزمه اجراءات هتشمل ايه بقى؟ اولا دخول الملعب بدون اذن او استخدام قنابل الدخان او الالعاب الناريه، رمي الاشياء، تعاطي المخدرات، السلوك التمييزي. البيان قال انه هيتم بابلاغ الشرطه عن جميع المخالفين، وان اي شخص هيدخل الملعب واللي بيحملوا او بيستخدموا الالعاب الناريه او القنابل يعني الدخانيه هيحصلوا على حظر تلقائي للنادي، ويمكن ايضا كمان تمديد الحظر ده عشان يشمل الاباء والاوصياء كمان على الاطفال اللي هيشاركوا في الانشطه اللي من النوع ده. والقرار ده مفروض ان هو رد فعل بعد عدد من الحوادث الكتيره جدا اللي كانت في نهايه الموسم الماضي، واللي احنا عرضناها بالمناسبه هنا يعني، ومنها الاعتداء كان طبعا على بيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد، واللي كان حدث كبير جدا وعلى السوشيال ميديا كان واخد رواج بشكل كبير، وكمان تعرض باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس لمواجهه، كان في مواجهه مع احد المشجعين طبعا مشجعي ايفرتون وقتها. وعلى كل حال يعني دي الاحداث. المهم انه من المقرر المفروض ان تدخل القواعد الجديده، ده حيز التنفيذ الموسم ده قريب جدا، واعتقد دي اجراءات كلها سليمه، واعتقد دي اجراءات كان لابد منها، لان احنا أكتر تاني أكتر جماهير عنيفة هي الجماهير الإنجليزية، وأحداث كتيرة جدا شغب كانت بتحصل وشهدناها وتكلمنا عنها، فكويس إن مؤخرا أصبح هناك في زي ما بيتقال كده إجراء على الأرض بيتخذ، علشان مش أسلوك أو سلوك يليق أيضا أو أصلا بكرة القدم، يعني في الأول وفي الآخر مش بس كرة القدم الإنجليزية. نروح بقى دلوقتي زي ما احنا متعودين للصحافة وموقع يلا كورة ومراسلتنا العزيزة سالة حامد، وهيكون ليها لقاء مع الأستاذة العزيزة والزميلة منى عمر الناقدة الرياضية. يا سالة بونجور، صباح الخير عليكي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهواندو، طبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي وجوله صحفيه جديده، وزي ما انت قلتي يا نهواندو من موقع يلا كوره، يعني هكون معاكم النهارده عشان انقل لكم ابرز العناوين والاخبار من الصحف الرياضيه، وهيكون كمان معانا النهارده لقاء مع الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه والصحفيه بموقع يلا كوره، واللي هتكون معانا النهارده وتكلمنا بشكل مفصل وبتفاصيل اكتر عن كل الاخبار اللي هتكون معانا النهارده. ويمكن البدايه النهارده هتكون من جريدة الشرق الأوسط تحت عنوان احتجاب دولي الأهلي في يلو يثير قلق رينارد، وتاني خبر هيكون من موقع يلا كورة رونالدو يعود إلى مانشستر لمناقشة مستقبله، وتالت خبر هيكون من سكاي نيوز خبر مزعج يقلق جماهير يوفنتوس حول بوجبا، ويمكن رابع خبر والاخير معنا النهارده هيكون من الرياضيه يوفنتوس يعاود محاوله ضم فيرمينيو. يمكن دي كانت كل الاخبار اللي هتكون معنا النهارده ان شاء الله يا نهاوند، وهنروح دلوقتي يعني في اللحظات دي نرحب بزميلتنا الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه والصحفيه بموقع يلا كوره. يعني خليني في البدايه طبعا اصبح عليك يا منى، صباح الخير. صباح النور عليك يا ساله، وصبح على نهاوند طبعا وكل متابعي قناه النادي الاهلي، منورنا. يمكن اول خبر طبعا معانا النهارده هو عن رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، واللي طبعا الان ان هو يتابع لاعبي نادي الاهلي السعودي بعد هبوط الاهلي لمنافسات او للدوري الاولى، طبعا كلمينا عن الخبر ده.
طيب بداية كده طبعا المنتخب السعودي أحد المنتخبات العربية اللي تأهلت طبعا لمنافسات كأس العالم، إن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله، هم باقي المنتخبات العربية. لما هنيجي نتكلم على خبر زي ده يا سالة، بداية كده هبوط الأهلي طبعا السيزون اللي فات لدوري الأولى ما أثرش على الفريق بس، لا طبعا ده هينعكس بشكل كبير جدا على المنتخب السعودي، خصوصا إن المنتخب الأخضر يعني بيضم عناصر مميزة جدا من دولي أو من الدوليين في النادي الأهلي السعودي، بنتكلم في محمد الربيعي، بنتكلم في عبد الرحمن غريب، بنتكلم في هيثم عسيري ده كان نجم المنتخب الأولمبي وده لاعب واعد جدا ومميز، بنتكلم كمان في علي مجريشي، ففي اسماء كتير جدا لما هنيجي نعدها او هنقول ان في مشكله هتواجه المنتخب السعودي، بس خلينا نقول ان هو تحدي بالنسبه لإيرفين رينار، لانه ريفي رينار مدرب مخضرم جدا، عمل نتائج مميزه جدا 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 قبل المنتخب السعودي لما كان مع المنتخب المغربي وباقي المنتخبات اللي كان اشرف على ادارتها الفنيه، فده بالنسبه له هيمثل تحدي. هي هتبقى مشكله ان هو تأثر اللعيبة طبعا بالاحتكاك في الدوري الأولى مش زي دوري المحترفين، أكيد المنافسات ما بين الأندية مش قوية زي دوري المحترفين، الاحتكاكات ما بين اللعيبة هيحتكوا بلعيبة طبعا أقل خبرة مش زي الخبرة في الدوري المحترفين، لكن زي ما أنا ما قلت لك هو بالنسبة له هيبقى تحدي، هقدر اخلي اللعيبه دي في مستواها ازاي او هقدر اتابعها ازاي، طيب لو هم ما بقوش في مستواهم وحصل هبوط سواء في اداء فني سواء في اداء بدني لازم هيوجد البدائل، هو دوره ده مدرب كمدرب هو ده دوره ان هو يوجد بدائل بحجم الاسماء اللي هو ممكن يفتقدها من النادي الاهلي. طبعا احنا المنتخب السعودي اصلا بيتواجد في المجموعه الثالثه في منافسات كاس العالم مع الارجنتين مع بولندا مع المكسيك، وبالترتيب كده هو هيقابل المنتخبات دي، هيقابل الأرجنتين الأول بعد كده بولندا بعد كده المكسيك. من ضمن الخطط كمان بتاعت رينور لتجهيز المنتخب السعودي، هم كانوا عملوا معسكر مؤخرا، اخر معسكر ليهم كان في اسبانيا، والحقيقه انا شايفه ان هم بيلعبوا منتخبات بشكل ودي، منتخبات قويه جدا عشان دي طبعا تزود الاحتكاك او تعلي الاحتكاك او تزيد اللعيبه خبره، لعبوا مع المنتخب الكولومبي، لعبوا مع منتخب فنزويلا، هيلعبوا كمان الاكوادور في سبتمبر. رينار كمان كان طلب من الاتحاد السعودي لكره القدم ان المعسكر بتاع المنتخب قبل كأس العالم يبقى بدري شوية، هو عايز يعمل معسكر من أكتوبر عشان يدي فرصة كبيرة ان اللعيبة يعني يبقى في انسجام ما بينهم، يقدر يرتب اولوياته يحط خطته للعب، اللعيبة تقدر تحفظ ده يحفظوا هم بعض كمان في الملعب، كمان بيتكلم في ان هو عايز يلعب 6 وديات في خلال المعسكر ده او خلال الفترة المقبلة اللي هي قبل كاس العالم، فانا شايفة ان هو استعداداته جيدة جدا جدا جدا. مشكلة هبوط الاهلي هتأثر، ولكن ده بالنسبة لو هيبقى تحدي اعتقد ان هو هينجح فيه، وانا من وجهه نظري ان المنتخب السعودي هيبقى ليه بصمه كبيره جدا في المونديال المقبل ان شاء الله، نتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله. طبعا الخبر الثاني معنا كمان يا منى هو عن كريستيانو رونالدو، ان هو خلاص رجع مانشستر عشان يتناقش مع اداره مانشستر يونايتد عن مستقبله الفتره اللي جايه، طبعا كلمينا عن الموضوع ده. طيب احنا عشان نلخص قصه رونالدو لانه كل ميركاتو لازم بيبقى فيه حديث عن كريستيانو رونالدو، طبعا واحد من افضل اللعيبه في العالم، يعني رونالدو ما قداموش غير 4 سيناريوهات، خلاص السيناريو الاولاني ان هو يرجع يكمل عقده في مانشستر يونايتد، عقده هيخلص السيزون الجاي، فهو عنده الاوبشن ده ان هو يكمل السيزون بتاعه، ولو ان ده هو رفضه، يعني هو كل القصه اللي احنا فيها دي عشان هو مش عايز يرجع يلعب في مانشستر، لانه طبعا مانشستر ما قدرش ان هو يتاهل دوري ابطال اوروبا، هيلعب في الدوري الاوروبي، فهو رافض الفكره دي، ده السيناريو الاول. السيناريو الثاني انه يرحل خلاص، هيمشي خالص يشوف عروض، وبالفعل وكيله خورخي مينديز بيحاول يدور على عروض. السيناريو الثالث انه يمدد في مانشستر يونايتد سيزون ويطلع اعاره،
يطلع اعاره للنادي هيلعب في دوري ابطال اوروبا. السيناريو الرابع ان هو يقرر الاعتزال، ولو ان ده بعيد خالص ما سمعناش عنه الفتره الاخيره، يعني ان هو بيفكر في الاعتزال او ان هو خلاص يعلق حذائه يعني. فلو نيجي نستعرضهم بقى كده، زي ما قلت لك الاوبشن الاولاني او السيناريو الاولاني ان هو يفضل في مانشستر يونايتد، هو رافض الحل ده تمام. هو لما ما حضرش المعسكر التحضيري لمانشستر يونايتد كان بيدرب لوحده، عمل هو فترة إعداد لوحده، ما كانش مع الفريق، وده بيدل. ومن أول يوم هو اعتذر قال أسباب عائلية، طبعا الوضع كان مفهوم يعني. إريك تين هاك حتى مدرب مانشستر يونايتد لما اتسأل في المؤتمر الصحفي أنه عن أسباب غياب رونالدو، فهو على الأقل أنه هو لأسباب شخصية أو لأسباب عائلية. حتى الصحفي رجع أحرجه قال له لا إحنا عارفين هي مش أسباب عائلية أو أسباب شخصية، هو عايز يمشي. فرجع المدرب الهولندي وقال أنا باني خطتي، أو أنا عايز أنه هو يكمل معايا، وأنا حابب أنه هو يستمر معايا، ونحن يعني نرجع يونايتد تاني السيزون الجاي بشكله المعهود لجماهيره يعني. ده بالنسبه للسيناريو الاولاني زي ما اتكلمت معاكي. السيناريو الثاني الرحيل، وزي ما قلت لك ان خورخي مندز بيتكلم ان هو او اللي هو وكيله يعني بيحاول ان هو يشوف له عروض من انديه تانية. طيب هل هو لقى عروض؟ لحد دلوقتي ما فيش كلام رسمي عن عرض، يعني ما فيش كونفيرمد عرض، يعني ما سمعناش ان في عرض رسمي لحد دلوقتي. بس في كلام انديه رونالدو ارتبط بيها. طب زي مين؟ عندنا في تشيلسي طبعا هيلعب دوري ابطال اوروبا، عندنا اتقال بايرن، اتقال باريس، اتقال روما، اتقال مين تاني؟ اتقال انا قلت بايرن، اتقال بايرن، في انديه كتير، لدرجه ان اتقال اتلتيكو مدريد كمان، ريال مدريد حصل فيه كلام، وصحيفه اس دي كانت المفاجاه يعني، قالت ان في كلام من برشلونه. دي طبعا كانت مفاجاه يعني، صعب جدا موضوع برشلونه. هي اس استندت في الخبر بتاعها على ان خورخي مندز كان في اجتماع عشاء كده مع اخوان خورخي مندز واخوان لابورتا رئيس برشلونه، فقالوا ان اكيد الكلام تطرق لرونالدو يعني. بس طبعا الوضع بالنسبه للوضع المادي اصلا بالنسبه لبرشلونه ما يتحملش رونالدو خالص، بلس انه صعب ان رونالدو بعد التاريخ الكبير جدا 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 اللي عمله مع ريال مدريد ان هو يروح للغريم. فأعتقد الموضوع ده أو الحل ده أو النادي ده مستبعد تماما يعني. في كلام بقى زي ما احنا قلنا ارتباط ما بين مع الأندية اللي احنا ذكرناها، بس يمكن الكلام أكتر مع أتلتيكو مدريد. ولو ان من وجهة نظر يعني انا شايفة ان دي مناورة من خورخي مندز زي ما عمل قبل كده مع مانشستر يونايتد، وراوغ ان سيتي بيحاول يفاوضه وان وصل لاتفاق وان رونالدو هيلعب في مانشستر سيتي، وفي الأخير رونالدو كان ده علشان يحرك إدارة مانشستر يونايتد إن هي تتعاقد مع رونالدو. فأعتقد إن هو بيلعب نفس اللعبة يعني، إن هو الكلام مع أتلتيكو مدريد بحيث إن هو يحرك ريال مدريد إن هو يرجع رونالدو يعني. مشكلة رونالدو في حاجة، أولا أنا عامل السن 37 سنة، تاني حاجة الراتب. رونالدو في مانشستر يونايتد بياخد راتب اسبوعي 500,000 جنيه استرليني، وبعض التقارير بس مش مؤكده يعني قالت ان الراتب بيوصل ل 700,000 جنيه استرليني. فمين اداره نادي هتقدر تتحمل الراتب الكبير ده؟ طبعا هو لازم يخفض الراتب بتاعه، وهو كان قال كده ان هو مستعد ان هو يخفض الراتب بتاعه، بس برضو لو خفضه هيخفضه لحد فين؟ هو في الاخر وفي الاول في الاخر هو رونالدو يعني. بس الاقتراح الثالث اللي ذكرته لك انه يونايتد ما عندهاش مشكله ان هو طيب اوكي يمشي من النادي، بس بشرط ان هو يجدد موسم ويطلع اعاره لاي نادي تاني، وده برضه هيتوقف على العروض المقدمه ليه يعني. ليه رونالدو طيب مش عايز يكمل في يونايتد؟ زي ما قلنا عشان مش عايز يلعب في الدوري الاوروبي، وعايز يكمل في دوري ابطال اوروبا. طب ليه مش عايز يلعب في الدوري الاوروبي؟ دي ليها اسباب كتير جدا. رونالدو من 2003 بنتكلم تقريبا في 19 20 سنه هو بيلعب في دوري ابطال اوروبا، طبعا دي البطوله الاكبر في اوروبا يعني، او تعتبر في العالم يعني. فهو مش عايز يبعد عن دوري ابطال اوروبا، خصوصا عشان الارقام القياسيه اصلا اللي هو محققها يعني. رونالدو هداف البطوله، بتتكلمي في اكتر لاعب مسجل اهداف، اكتر لاعب صانع اهداف، اكتر لاعب متوج بالبطوله، طبعا مناصفه مع ريال مدريد
مدريد مع بعض لاعيبه ريال مدريد اللي اخذوا البطوله 5 مرات يعني. فبتتكلمي عن سلسله من الارقام القياسيه هو عايز يزودها مش عايز يسيبها لغيره انه هو يحطمها او انه حتى يقرب منها يعني، خصوصا كمان ان هو عنده الغريم بتاعه طبعا ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان هيلعب في دوري ابطال اوروبا، فعند ميسي فرصه انه يزود ارقامه، ممكن يقرب من رونالدو، ممكن يبقى فيه منافسه تانية ما بينهم بعيدا عن الألقاب الفردية اللي هم تقريبا بعدوا عنها السيزون ده يعني. فبتتكلمي كمان ان ميسي 7 بالون دور، رونالدو 5، فكان عايز يقلل الجاب ما بينه وما بين ميسي. طبعا لو لعب في دوري الاوروبي طبعا الموضوع خلاص منتهي مستحيل يعني. بس فبتتكلمي كمان ان هو 37 سنة، فعمره في الملعب كمان مش كتير، فقدامه سيزون او اتنين هو عايز زي ما بنقول كده يختم بنهاية ترضيه يعني. بس فده بالنسبة لقصة رونالدو كلها يعني. الخبر برضو التالت معنا النهاردة بقى نروح لليوفنتوس ولاعب اليوفنتوس بوجبا، ويمكن الإصابة طبعا اللي أزعجت بعض جماهير اليوفنتوس. كلميني عن إصابة بوجبا طبعا بعد ما عاد لليوفنتوس. واضح إن جماهير مانشستر يونايتد مش مسامحة يعني. لا طبعا ضربة قوية جدا ليوفنتوس، بوجبا لسه راجع النادي أو لسه منضم ليوفنتوس طبعا في صفقة انتقال حر، كان بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد، لسه في فترة الإعداد، إصابة قوية في الغضروف في المفصلي للركبة اليمنى. الإصابة دي بنتكلم في من أسبوعين لثلاث أسابيع، ده لو ما فيش جراحة، لو حصل تدخل جراحي فممكن الموضوع يبقى شهرين، ممكن يبقى أكتر من شهرين. فمعنى كده أن أنت بتتكلم ان بوجبا صفقه من الصفقات الجديده بتاعتك هتغيب عن انطلاقه السيزون بتاع يوفنتوس. يوفنتوس كمان ما كانش احسن حاجه السيزون اللي فات يعني، بتتكلم ان هو عايز يبدا اصلا السيزون بشكل قوي عشان يعوض الانتكاسه بتاعت السيزون اللي فات. السيزون اللي فات هو انهى رابع في جدول الدوري الايطالي بفرق تقريبا بنتكلم في 16 نقطه كان عن ميلان المتوج. ميلان كان معاه 86 نقطه توج باللقب الدوري الايطالي، يوفنتوس كان في المركز الرابع كان معاه 70، فبتتكلمي في كانت في جاب كبيره جدا. فطبعا ده طبعا هياثر على 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 خطط أليجري، يعني عايزين نقول ايه، صدم جماهير يوفنتوس طبعا اللي كانت معلقه امال كتير جدا على الصفقات الجديده، خصوصا ان نجمه زي ديبالا رحل لروما، فده طبعا هيأثر على المستوى بتاع الفريق، او يعني ايه عايزين نقول التوليفه بتاعه الفريق في السيزون الجديد. بس اخر خبر بقى معانا النهارده برضو ليه علاقه باليوفنتوس، واليوفنتوس بيحاول للمره الثانيه ان هو يضم فيرمينيو لاعب ليفربول بعد طبعا العرض الاول رفضته ليفربول، بيحاولوا تاني مره. كلمينا طبعا عن المحاولات دي من قبل يوفنتوس لضم فيرمينيو. هو يوفنتوس يعني نكمل على نادي يوفنتوس يعني، ناخد الجانب بتاعه الاول. يوفنتوس يعني هو ساب ديبالا وعايز يعوض ديبالا بان هو يتعاقد مع فيرمينيو. يوفنتوس قدموا عرض 19.5 تقريبا مليون جنيه استرليني لاداره ليفربول عشان يتعاقدوا مع فيرمينيو، بس ليفربول رفض العرض. هو رفض العرض بس مش رافض فكره ان هو يبيع فيرمينيو يعني في كلام اتقال، في تقارير قالت ان لو يوفنتوس رفع العرض ممكن اداره ليفربول تفكر ان هي تستغنى عن فيرمينيو. ولو انا شايفه ان ده برده هيبقى ايه بالنسبه ليفربول، هستغنى عن ماني وفيرمينيو الاثنين في سيزون واحد او في ميركاتو واحد. انا كان عندي صلاح، كان الثلاثيه بتاعت صلاح ماني فيرمينيو، فانا فجاه استغنيت عن اثنين. طبعا ليفربول دعم صفوفه بصفقات جيده جدا 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 في الميركاتو، داروين نونيز، كارفاليو، فدي صفقات هتفيد الفريق طبعا. بس احنا بنتكلم على عنصرين كانوا اساسيين مع صلاح في الخط الهجومي لليفربول السيزون اللي فات والسيزون اللي قبله، او من وقت ما راح كمان ليفربول، من وقت ما صلاح انتقل لليفربول في صيف 2017 يعني. ففجاه هستغنى عن عنصرين او ال يعني ايه الضلعين بتوع المثلث لليفربول. ف يعني ليفربول عنده اللي يعوض ده، وفي نفس الوقت يوفنتوس هو محتاج فيرمينيو زي ما قلنا عشان يعوض رحيل ديبالا، لكن الموضوع ممكن 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 يبقى فيه بعض الخلل بالنسبه لليفربول. بس هم اداره ذكيه جدا جدا، اكيد هتعرف تتعامل مع الموضوع، ولو هي عندها فرصه ان هي
زي ما نقول ايه تستفيد من رحيل فيرمينيو هتعمل ده. فيرمينيو كان موقفه شبه موقف صلاح ان الاثنين عقدهم هينتهي السيزون اللي جاي 2023. صلاح خلاص جدد الحمد لله مع ليفربول، لكن فيرمينيو لحد دلوقتي مفيش كلام على اي تجديد. كان نفس الوضع برضو بالنسبه لماني، ما كانش في كلام على اي تجديد وماني رحل. فعشان كده ده اللي بيخلينا نقول ان اداره ليفربول ما عندهاش حسم نهائي بالنسبه لموضوع فيرمينيو. فمعنى كده ان يوفنتوس لو زود العرض ممكن ليفربول يفكر ويبقى فيها رحيل لفيرمينيو طبعا قبل نهايه الميركاتو. استاذة منى عمر طبعا النقاده الرياضيه والصحفيه بموقع يلا كوره، بشكرك جدا وانا كنت سعيده ان انا معاكي النهارده. جدا يا سيلا، انا اللي بشكرك، ميرسي. ميرسي كده. طبعا يا نهاوند كان لقائنا مع الاستاذه منى عمر الصحفيه والنقاده الرياضيه بموقع يلا كوره، ويمكن طبعا كلمتنا عن كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده بشكل مفصل. والان العوده مره اخرى للاستوديو، طبعا نكلم ليك يا نهاوند، تفضل. تغطية حقيقي أكثر من رائعة، أنا شخصيا استفدت جدا، بشكرك جدا يا سلا، وبشكر أكيد الزميلة العزيزة منى عمر. هنروح فاصل لكن هنرجع عشان أخبارنا لسه ما خلصتش. وبالنسبة للخبر الخاص بكريستيانو رونالدو، يمكن الموضوع ده اتكلمت فيه مع حضراتكم بالأمس وكان مفاجأة كبيرة جدا. هو كريستيانو هيروح فين بعد كده؟ كان في كلام في الفترة اللي فاتت أنه ربما يروح أو يعني يرحل لبرشلونة أو ينضم لفريق برشلونة، وكان في ناس بتقول لك أكيد ده خبر مش حقيقي، بس المؤكد حاليا أن هو يعني هيذهب او هيسيب خلاص يعني مانشستر. وده اعتقد شيء الى حد ما ايجابي في رحلته، لان هو لم يوفق تماما حتى هذه اللحظه، فربما كان قرار خاطئ كمان من البدايه. خلينا نروح فاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم مره كمان، وخلينا دلوقتي ناخد على التليفون دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه، لان في ملفات كتيره جدا حابين نتناقش فيها مع سيادته. يا دكتور محمد بونجور او صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين، وبونجور عليك برضه. الاول قبل اي حاجه طمنا على سياده الوزير، لان دي كورونا لتاني مره على التوالي، فاخبار يعني دكتور اشرف صبحي ايه؟ الحمد لله هو بقى كويس، ونزل امبارح الوزاره، كان عندنا اجتماع او مؤتمر مهم جدا في المركز الاولمبي في المعادي عن الحوكمه والرقابه التحليليه، وكمان التقى بعدد من مدير مديريات الشباب والرياضه على مستوى الجمهوريه، وايضا افتتح بطوله العالم للخماسي اللي هي عبر الفيديو كونفرنس. طيب انا مش سامع كويس يا جماعه، لو تعلوا لي الصوت بس شويه. يعني نقدر نطمن على سياده الوزير، دي نقطه اولى منك دكتور محمد، الحمد لله رجع لنا بالسلامه. الحمد لله بقى كويس زي ما قلت، ونزل امبارح زي ما قلت للساده المشاهدين، وعقد عدد من الاجتماعات كويس مع مديريه شباب ورياضه على مستوى الجمهوريه. كويس جدا. نروح بقى معاك دكتور محمد لدوري مراكز الشباب، لان ده ملف في غايه الاهميه ومطروح حاليا على الساحه، وخلينا نعرف تفاصيل اكتر والعدد المشارك ويعني التحديات الموجوده والكواليس، تفضل. دوري مراكز الشباب بين قوسين كده هو دوري حياه كريمه في نسخته التاسعه. كويس. ده مهم جدا. امبارح كان الدور ال 32 نهايات دوري مراكز الشباب، وصعد عدد من مراكز الشباب زي مراكز شباب العدوى والتحالي وسبك الضحاك والخارجه والبرمون ونهيه والسنانيه وكفر الصحة الى دور ال 16 من نهائيات الدوري. طبعا المباريات كانت منافسات اليوم الاول كانت قويه ومثيره جدا، وكمان زي ما قلنا المراكز الشباب اللي احنا قلناها تتبع محافظه الشرقيه والاقصر، وكانت يعني كانت منافسات قويه جدا واداء عالي وراقي. طبعا دوري مراكز الشباب بترعاه شركه كبيره جدا، تمام، وبيكون هناك دور مهم ايضا من وزاره الشباب والرياضه اللي بتتابع لحظه بلحظه هذا الدوري، وكمان في لجنه منظمه بتشرف على المسابقات. دوري مراكز الشباب اصبح براند كبير جدا في نسخته التاسعه، اصبح له دور كبير جدا بعد ما تم تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمه مجتمعيه. دوري مراكز الشباب اصبح بيساهم بشكل كبير جدا في اخراج مواهب المراكز الشباب، تخيلي كل حته في مصر بالراحه علشان نكتشف المواهب الرياضيه في كل الالعاب خصوصا كره القدم، ومن خلال دوري مراكز الشباب اللي اصبح زي ما قلنا بدور كبير جدا في دعم كمان فرق الدوري من خلال هذا نقطة كويسة جدا وفي عجالة كده. طيب النقطة الثانية اللي عايزة برضو في عجالة سريعا من حضرتك دكتور فوزي، المبادرات الاجتماعية اللي بتشرف عليها دلوقتي وتنظمها وزارة الشباب والرياضة في الفترة الحالية ولو كمان في الفترة القادمة، تفضل.
خلينا نقول ان وزاره الشباب والرياضه اصبح لها دور كبير جدا ودور مجتمعي وخدمي، بتقدم خدمات كثيره لكل المواطنين سواء من خلال مراكز الشباب او من خلال مديريات الشباب والرياضه المنتشره على مستوى الجمهوريه. يمكن ان شاء الله خلال الشهر المقبل، مطلع الشهر المقبل، هيكون هناك مبادره هامه جدا وهي خاصه بتصحيح المفاهيم المغلوطه عن الرجوله. طبعا وزاره الشباب والرياضه من خلال دار مركزيه للمشروعات وتدريب وتاهيل الشباب بتقدم هذه المبادرات دعما للشباب المقبلين على الزواج وايضا دعما للاسره المقبلية. كمان عندنا مبادرات خاصه جدا بالقضيه السكانيه، وكمان عندنا مبادرات اخرى خاصه بحل مشكله البطاله وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مبادره دراجتك دخلك اللي اطلقتها وزاره الشباب والرياضه، وايضا ملتقيات التوظيف اللي بتقام بشكل شهري جدا في كل محافظه مختلفه على مستوى الجمهوريه بالشراكه مع القطاع الخاص. معلش، هو انا سمعت صح المفاهيم المغلوطه عن الرجوله؟ صح، ده 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 في ده احنا في غايه يعني الحاجه لده. والله العظيم المبادره دي انا هتابعها بشكل شخصي، دي نقطه في غايه الاهميه، احنا محتاجين ده جدا في المجتمع عندنا حقيقي. طبعا هي فحواها بتقول ان هي بتساهم في تصحيح المفاهيم المغلوطه عن الرجوله، ولكن هي في الاساس هي خاصة جدا بالمرأة المصرية، وكمان من خلال المبادرات الأخرى أو بالتوازي مع المبادرات الأخرى اللي بتطلقها وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالتحرش والخاصة بالعنف ضد المرأة. بالظبط، ما هي دي الرجولة يعني من ملفاتها المختلفة. المشكورة جدا دكتور فوزي على، معلش هو طبعا المكالمة كانت في عجالة جدا عشان بس التوقيت، يا ريت حضرتك تشرفنا إن شاء الله ضيف ونتكلم بالتفاصيل في كل يعني هذه الملفات والنقاط. خلينا نروح فاصل وبعد الفاصل نرجع حضراتكم مع دكتور ريهام والملف الصحي، وهي طبعا استشاري تغذيه علاجيه، وهذا الملف الصحي اللي هيكون في غايه الاهميه. فاصل ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم في الفقره الاخيره اللي نوهنا عنها في بدايه الحلقه، وعنوانها هو بالظبط كده مقاومه الانسولين في الجسم، واعتقد ملف في غايه الاهميه. هتنورنا دكتور ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه. بونجور. بونجور، صباح الفل. صباح الفل. وموضوع مهم كالعاده، مقاومه الانسولين واهميه الانسولين اصلا في الجسم، وازاي الانسولين بيؤثر بشكل كبير جدا على صحه الانسان، وممكن ان احنا لو اهملنا الانسولين يحصل لا قدر الله برضو يعني تبعات مش حلوه، امراض مش كويسه جدا. ممكن نبدا من النقطة دي بعد كده نخش في تفاصيل. نعرف الناس ايه الانسولين ده اصلا. بالظبط، ده هرمون تخزين الدهون في الجسم، والهرمون المسؤول عن تظبيط نسبة السكر في الدم. يعني انا اي حاجة باكلها نشويات او كربوهيدرات عامة، سواء نشويات او سكريات، بتترجم في الجسم لسكر. السكر ده المفروض ان هو يتكسر عشان يخش الخلايا ويديني الطاقة اللي انا محتاجها. اللي بيكسر بقى السكر ويدخله الخلايا ده هو الانسولين. تمام. فلو انا عندي مشكله في الانسولين هيحصل ايه؟ انه هيبقى السكر مش قادر يخش جوه الخليه، والخليه مش قادره تستهلكه في انتاج طاقه، فهيبقى عندي مستوى سكر عالي في جسمي. فهخزن دهون اكتر فهزيد في الوزن. بالظبط. تمام. عشان كده دايما احنا الدايتس اللي احنا بنتبعها الابروتش بتاعها اسمها هرمونال ابروتش، مش بس معتمده على الكالوريك انتيك بتاعي، لا هي معتمده كمان على تظبيط الهرمونز اللي هي اهمها الانسولين. تمام. طيب يعني ايه بقى مقاومه انسولين؟ معناها هبسطها قوي كده انه بالظبط كان السكر ده عايز يدخل الباب اللي هو بتاع الخليه، بيخبط على الباب، الانسولين المفروض هو اللي يفتح له عشان يدخله. اوكي. فالسكر بيخبط ومفيش حد سامع، فاهمه؟ فالخليه مش حاسه بالسكر المفروض يدخل، الخليه مش حاسه بالانسولين اللي المفروض يدخل السكر ده الخليه. فدي معنى مقاومه الانسولين، اللي هي بعد كده لما الموضوع بيتطور بيجيب مرض السكر. انه خلاص بقى بيبقى عندي خلل في استقبال الخلايا نفسها للسكر ده، او خلل في افراز الهرمون بتاع الانسولين ده، وده دايما دايما السبب الرئيسي فيه هي اسلوب حياتنا او الطريقه اللي احنا بناكل بيها اصلا، بالذات الاعتماد الكلي على الحاجات اللي كلها دي ابيض وسكر ابيض والمشتقات بتاعتهم بكميه كبيره وعلى مدى بعيد. طبيعي جدا ان انا يحصل لي خلل في الانسولين، لان انا المفروض في العادي ان انا باخد سكر قد كده، فانسولين بيتفرز قد كده، بيكسر السكر ده بيرجعه لمستواه الطبيعي.
فالحاجات اللي فيها سكر ابيض ودي ابيض مش بترفع لي السكر كده، هي بترفع لي السكر كده، فاهمه؟ قد كده. دي بقى داخله في العصاير الصناعيه وفي الاكل فيها سكر او فيها دي ابيض او حتى بدايل السكر غير ستيفيا. يعني الدايت سويتنرز اللي الناس بتستخدمها اللي هي المفروض زيرو شوجر وزيرو كالوري. ما تقوليش هتصدميني. ايه بقى؟ هصدمك الحقيقه. انا معتمد عليه وبفتكر ان احنا كده بنخس وان احنا ستيفيا اوكي. لانه ستيفيا التحليه بتاعته جايه من النبات نفسه، أوكي. النبات نفسه هو اصلا مسكر فهم واخدين التحليه منه، فدي حاجه طبيعيه اوكي ان احنا نستخدمها بدايل سكر، مش بتستفز الانسولين وما فيهاش سعرات. الحاجات الثانيه ما فيهاش سعرات بس بتستفز الانسولين. اوكي. اي بدايل سكر غير ستيفيا بتستفز الانسولين، فبتعمل نفس الشغل اللي السكر بيعمله بالظبط. فبيجي بقى لما بيبقى فيه نسبة سكر عالية في الدم، المفروض ان الجسم البنكرياس يحفز الانسولين ان هو يتفرز بكمية عالية عشان يقدر يكسر كل السكر ده. اوكي. فده ضغط على الجسم نفسه، ده ضغط على البنكرياس نفسه، ده هو ده اللي بيخلي يبقى فيه خلل بعد كده في الانسولين، ان هو ما بيتفرزش بالنسبة الطبيعية، بيخلي الناس يجي لها مقاومة او يجي لها سكر. طيب في سؤال عندي، وبرضه لو نوضحه بشكل اكتر للسادة او بشكل مبسط، الانسولين المفروض هو اللي بيتحكم في فكره الجوع والشبع، وبناء على ان انا كل ما المده الزمنيه تطول في الحرق فده بيخليني ما احسش ان انا جعانه بسرعه. في بعض الادويه او الحقن تحديدا اللي طالعه مؤخرا اللي هي بتتحكم في الانسولين، في حرق الانسولين، هل هي اصلا صحيه ولا لا؟ وفي نفس الوقت لو انا عايز ابعد عن الكلام ده كله وعايز بديل بحاجات طبيعيه، لان احنا معظمنا كمصريين بنحب برضو الثقافه دي عندنا ان احنا عايزين نخف من غير دواء، عايزين نخس من غير دواء، عايزين كل حاجه تبقى منتجات طبيعيه، فممكن نلجا لايه؟ خلينا نجاوب على نص السؤال الاولاني الاول اللي هو مش الانسولين بس اللي متحكم في الجوع والشبع، في هرمونات بتاعه جوع وشبع. فالانسولين متحكم فيها بصوره ما، اللي هو لما انا بدخل سكر جسمي، لو دخلت سكر عالي فانسولين هيتفرز بكميه كبيره، فمش هيرجع السكر لمستواه الطبيعي، لا ده هيهبطه بنفس النسبه اللي هو اترفع بيها. فعشان كده احنا دايما لما بناكل حاجات مسكره او حاجات فيها معجنات او مخبوزات بدقيق ابيض بنلاقي ان احنا بعد شويه بنجوع. بالظبط. ليه؟ لانه مستوى السكر عندي نتيجه انه في انسولين كتير بينخفض جدا قوي، فانا ببقى عايز ارجع ارفعه تاني، اللي هو بقول انا ريقي رايحه على حاجه مسكره، عايزه ريقي ناشف، عايزه واكل. بالظبط. انت بتبقى لسه واكل. فانت فيعمل ايه؟ ياخد حته شوكليت مثلا او ياخد اي حاجه مسكره، فيفضل طول النهار في السايكل دي. فهنا الانسولين هو متحكم في الجوع والشبع، لكن في العادي احنا عندنا هرمونات جوع وشبع المفروض ان احنا مع طريقه الاكل بتاعنا تبقى متظبطه. الحاجه الثانيه الحقن. بصي يا نهاوند، في حقن بتشتغل على الشبع، على الكربوهيدرات وعلى هرمونات الجوع والشبع، ودي ماده مشهوره قوي اسمها ليراجلاتويد. تمام. الحاجات الثانيه اللي بتشتغل على الانسولين دي حقن انسولين، حقن سكر، حقن مقاومه. ما ينفع، وحتى المقاومه خلي بالك ما ينفعش ان انا اخد فيها حاجه ليها علاقه بالانسولين برضو لو هي في حاله كنترول. فلو انا باخد حاجه بتاعه سكر عشان اخس او عشان اتحكم في الجوع والشبع بتاعي، انا كده هيجي لي سكر. يا ساتر. بالظبط. توصل لكده. بالظبط. لان هي بتعمل خلل في افراز الانسولين في الجسم، اللي هو لما انا بجيب حاجه من بره هي اللي بتساعدني وانا اصلا جسمي شغال عادي، يبقى انا ليه بعمل كده؟ تمام. لكن انا لو بستخدم حاجه للشهيه يبقى الاحسن ان انا استخدم حاجه بصوره طبيعيه، حاجه معتمده على الالياف زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. الالياف هي امن حاجه واحسن حاجه للشبع بصوره طبيعيه، ما تاثرش عليا ولا يبقى ليها اي سايد افكتس. وبيستا يعتبر هو المنتج الاول في مصر اللي فيه ثلاث انواع من الالياف بتركيز 6 جرام، اللي هم الكشور السيليوم، ردة القمح، وكمان الشوفان. دول مهمين جدا عشان بياخدوا حيز كبير في المعدة. هو أصلا الشوفان لوحده لو تصلحي لي، لو كلناه لوحده كده اللي هو 3 معالق مع لبن سكيمد طبعا بيشبع، بتقعدي مثلا 5 ساعات مش جعانه ابدا. بالظبط. بيقول لك انا حاسه اني اتلكمت كده. هي الالياف بتعمل كده بالظبط، بس دي جرعه كبيره شويه عن ان انا اكون باخد مثلا ورقيات او حاجات فيها ليفي جرينز. كمان الكشور بتاعه السيليوم مشكلتها ان احنا لو جبناها لوحدها حطيناها على ماء
ميه او على زبادي طعمها وحش جدا، فمفيش حد بيقدر يستعملها. لكن انا لما يبقى عندي منتج فيه الياف وبطعم تفاح اخضر كاني بشرب عصير بالظبط، وكمان هو امن وفي ثلاث انواع من الالياف، غير كده كمان هو مش بس بيتحكم في الشهيه بتاعتي، يعني انا خلصت من الجزء بتاع الجوع والشبع والشهيه وان انا اتحكم في الكميات، لا ده انا كمان عايز حاجه تحرق، يعني عايز حاجه تسد النفس فتخليني اكل بكميات قليله، وعايز حاجه تساعدني في الحرق شويه. فبيستا كمان فيه كروميوم بتركيز 500 مايكرو جرام، الكروميوم ده مهم جدا عشان يظبط بقى الانسولين اللي احنا كنا بنتكلم عنه، بيحسن من حساسيه الانسولين، بيخلي السكر لما يجي كده يقول للخليه افتحي انا عايز ادخل تفتح بسرعه ما تقاومش. تمام. وكمان في فيتامين سي اللي هو مهم جدا للفات اوكسيديشن او حرق الدهون، فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بظبط مقاومه الانسولين، بقلل كمان الكميه اللي انا باكلها، بتحكم في الجوع والشبع بتوعي. حتى لو انا معزوم في حاجه او عندي حاجه انا ماشي على ستريكت دايت او ماشي على هيلثي لايف ستايل مظبوط، بس حصل لي اوكيجن، عندي حاجه معينه انا مضطر جبنه بقى بالظبط كده، كيس في جبنه وكوبايه الميه، اقلب على كوبايه ميه قبل الميل كده من ثلث ساعه لنص ساعه، خلاص انا لو قدامي وليمه انا اكلت من كل حاجه دقت كده وانا تمام، حاسس بالرضا، مفيش حرمان، وفي نفس الوقت محافظ ما بوظتش الدنيا. طب انا عندي سؤال، لان دي موجوده ممكن في مجتمع عندنا اكتر شويه، احنا عندنا ناس مش اوبيس قوي على قد ما عندنا ناس طبيعه جسمنا كده، تلاقيه حد راجل او ست مليان من منطقه معينه، فهل بيستا ممكن ان هو يساعد على النقطه دي تحديدا؟ لان انا ممكن اكون مش عايزه اخس كلي، انا عايزه اخس من منطقه معينه، بيساعد على ده ولا لا؟ لا للاسف، ولا بيستا ولا الدايت ولا الرياضه ولا اي حاجه، غير طبعا لو حاجات بقى موضوعيه، يعني حقن مثلا بتاعت ميزوثيرابي، جلسات، الحاجات دي، والحاجات دي بتاخد وقت وبتاخد مجهود ومكلفه جدا. تمام. بس لو انا متارجت منطقه معينه لازم اصبر عليها قوي، لانه احنا لما بنعمل فرق في السعرات بتاعتنا بنخس من كل الدهون اللي في جسمنا. لما باخد بيستا عشان يساعدني ان انا احرق، بيساعدني ان انا احرق من جسمي كله، لكن ان انا اتارجت منطقه معينه دي لا. ودي دايما بتبقى جيناتكس، يعني هو انا جينات عيلتي كده، انا جيناتي كده، فالمنطقه دي هي بتبقى بتخزن، غير لو هي البطن، عشان البطن ساعات كتير بتبقى معتمدة على الإنسولين والكورتيزول. الكورتيزول اللي هو ستريس هرمون في الجسم، اللي بيجي ان انا ما بنامش كويس، على طول محطوط في ضغط عصبي او نفسي او جسدي. اه طبعا للرجاله والستات. اه بصي، في ستادي اتعملت كده لقيت انه اكتر تو هرمونز بيأثروا في تخزين الدهون في منطقه البطن، حتى لو دي ما كانتش طبيعه جسمي، حتى لو دي مش وراثه، هم الانسولين والكورتيزول. واحنا الانسولين بس هيساعدنا كتير قوي في ان احنا نظبط حساسيه الانسولين، وان انا ما يبقاش عندي ريسك للستورج بتاع الفاتس في منطقه البطن. الكورتيزول مالتي فيتامينز بقى بنبتدي ناخدها مع ان احنا نهدي شويه نفسنا او تعاملنا مع الستريسورز نفسها، فمنطقه البطن ما تخزنش دهون. لكن لو هي المنطقه دي جيناتكس يبقى احنا لازم نصبر عليها شويه، عشان هي هتبقى اكتر منطقه بتاخد معانا وقت واقل منطقه بيبان عليها نتائج، بس بتخس كويس يعني، بس محتاجه صبر شويه. هي دي النقطه. طيب دايما ببقى حريصه ان احنا برضو نوري حضراتكم عملي التجربه ازاي نجحت مع بعض الاشخاص. خلينا نروح نشوف الكيس دي ونرجع نكمل. يلا احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح، سني 20 سنه، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما اخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر اتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكله، ضربات قلبي كانت سريعه، ما كنتش بعرف اتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من اي اكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليله. احساسي بعد ما خسيت احساس جميل جدا، بعرف البس براحتي وبعرف اكل اللي انا عايزاه واتحرك، وجسمي بقى خفيف جدا. انصح اي حد جسمه مليان ان هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جدا.
طيب ممكن من الكيس اللي احنا شفناه بعض الناس يجي برضو في ذهنهم بعض الاسئله منها، طب هو البيستا بيساعد اكتر الناس اللي هي الاوبيس او الاوفر سايز، ولا ممكن انا لما ابقى عايزه بتكلم في 5 6 10 كيلو الموضوع بيبقى يعني سريع، لان في بعض الحاجات اللي بيبان عليها اكتر الناس اللي هي اوفر سايز بشكل كبير، لكن اللي عايزين يخسوا حاجه بسيطه بتبقى فيها اكتر صعوبه. خلينا نقول بالظبط كل ما البني ادم الرينج بتاع الدهون بتاعه او السكيل نفسه وصل ناحيه النورمال او قرب ناحيه النورمال كل ما النزول بيبقى اصعب. تمام، لانه لما بيبقى عندي دهون كتير بيبقى عندي سهوله لفقدها اسهل. لما بتبقى الدهون خلاص اللي هم اخر 5 كيلو دول دايما هم بيبقوا يعني في عند شويه مع الجسم، وكمان عشان الجسم بيبقى فضل عامل دايت لوقت طويل ممكن برده يبقى فيه ميتابوليك ادابتيشن. فبيستا بيساعدني، بيساعدني يعني في الحالتين، سواء ان انا كنت اوبيس او اوفر ويت هيساعدني وهحس بالنزول ده اسرع، وانا برده فاضل لي ال 5 6 كيلو دول هيساعدني وهحس بالنزول اسرع شويه من العادي. اوكي، يعني هو لتس احنا مش هنحط ارقام فيكس، بس ممكن نقول برسنتج مثلا ان هو بيساعدني على ان انا انزل اكتر من الطبيعي مثلا ب 30%. طيب ده شيء كويس، ده او معدل كويس جدا. بالزبط. طبعا. طيب ممكن اروح برضو لتساؤل تاني، فكره هنا الاطفال، في اطفال بيبقوا اوفر سايز او بيبقوا يعني لا تخان عن الطبيعي بشكل كبير جدا، عندهم سمنه كمان. بتعمل بالظبط، فدي بتعمل مشكله عند الاهالي وتخوفات كبيره جدا. شكل بس ان هي تكمل معاهم، لا فكره ان يجي لهم امراض وهم في السن ده. فلو احنا بنتكلم في طفل مثلا من عمر كام يقدر ان هو يستعمل بيستا؟ من اول 12 سنه. يعني احنا عارفين برضو الاطفال بالذات عندهم كريفنجز قوي ناحيه الحلويات والسكريات. بالزبط. وفي اهالي بتبقى مش عايزه تمنع، وفي اهالي بتبقى فاكره ان السكر ده هو اللي هيكبره وهو ده الطاقه وما خدش سكر وهيدوخ وهيهبط والكلام ده. مش ده السكر اللي بيديه طاقه، السكر اللي بيديه طاقه هو الكومبلكس كارب اللي احنا دايما بنتكلم فيها، البطاطس، البطاطا، الحاجات نشويات معقده زي الحبوب الكامله وكده. لكن انا لما اديله حاجه والحاجه دي هتخليه ياكل الحاجات اللي هو نفسه فيها بس هيضطر ان هو ياكل بكميه قليله، يبقى هو هيخس وهيبقى مش ما عندوش ريسك ان هو يجيله سمنه، والوزن الزياده اللي عنده ده هيبتدي ينزل، وهو برده مش محروم. لانه الاطفال اصعب شويه ان هم يمشوا على دايت فيه ستبس وحاجات كده، دايما ارادتهم مش بتبقى زي الناس الكبيره. فانا لما اديله ده وهو يبقى امن عليه واديله بالجرعه المظبوطه اللي هي من واحده لاثنين ماكسيمم بس في اليوم، او اديها له عند اللزوم، فانا كده حافظت على صحته وخليته يخس وفي نفس الوقت ما حرمتوش من حاجه. طيب برضو نقطه مهمه، انا ممكن اخد بيستا في اي وقت، بمعنى ان انا مش لازم اخده كل يوم، لو انا بس في عزومات مثلا كبيره في ايام انا عارفه ان انا هاكل فيها اكل كتير هي دي ممكن اخده، يعني ما بيأثرش على فكره انقاص الوزن بشكل عام؟ على حسب الهدف بتاعي. لو انا حد عندي وزن زياده او انا اوبيس ومتارجت ان انا عندي وقت معين عايز اخس فيه الشويه دول الكيلوهات اللي انا حطيتهم دول، يبقى انا لازم اداوم عليه، لازم استعمله بانتظام جنب النظام الغذائي بتاعي، والجرعه بتاعتي بتبقى من 2 ل 3 في اليوم باكتس. اوكي. لو انا حد يعني اللي هو نزولي صعب شويه بس انا جسمي كويس، بعتمد عليه برده من مره لمرتين في اليوم، والاحسن ان انا انتظم عليه مثلا كمده على بعض كده 3 شهور. لو انا حد بقى اللي هو انا تمام، شكل جسمي تمام وصحتي تمام، بس عندي مناسبات معينه، فرح، عزومه، مش عارف ايه، يبقى انا باخده عند اللزوم. يعني الوجبه دي مثلا انا مقرر ان انا هلخبط فيها، يبقى بيست قبل الوجبه من تلت ساعه لنص ساعه على كوبايه ميه، اقلب كويس واشرب. لكن انا طول اليوم انا محافظ على اكلي وانا الكميات بتاعتي مظبوطه، يبقى انا مش محتاجه. فكل واحد على حسب الهدف بتاعه بتتحدد له الجرعه بتاعته ايه. اوكي، مهم قوي ان برضو زي ما احنا بنتكلم انا مع فقداني للوزن انا احافظ على الفيتامينز اللي في جسمي علشان ما يحصليش اي دوخه، ما يحصليش اي مشكله اخرى غير السمنه مثلا. فممكن مع بيستا ناخد ايه كمكمل غذائي برضو يعمل بالانس الى حد كبير؟ بص احنا عاملين زي كورس كده الالب مالتي فيت مع بيستا، لانه احنا اغلب الناس اللي بتخس سواء بطريقه صحيه او طريقه غير صحيه عندها مشكله في انه انا دايما بحس ان انا شعري بيقع، بحس ان انا وشي بهتان، بحس ان انا جسمي ما فيهوش طاقه، مش قادر ان انا اعمل مجهود كويس، مودي شويه بيبقى فيه مود سوينجز، ساعات بيبقى عندي ارق.
وده طبعا المشاكل دي بتبتدي تظهر مع الدايت شويه اللي مش مظبوطه، مش الهيلثي بالانس دايت، بيبتدي يظهر المشاكل دي. فلازم ان انا اخد فيتامينز ومينرالز، لانه هو دايما بتبقى الاعراض دي بسبب نقصها. يعني انا مثلا مجموعه بتاعه بي 12 بتاثر لي في المود، وبتاثر لي في الحرق، وبتاثر لي في الاعصاب، وبتاثر لي على النوم. بالظبط بالظبط، بي كومبلكس الب مالتي فيت فيه اكتر من 13 فيتامين ومينرال، اشهرها فيتامينز بتاعه بي كومبلكس كلها اللي فيها بي 12 بي 6 بي 2 بي 5، فيها كمان فيتامين اي وفيتامين اي اللي هم مهمين جدا عشان هم مضادات اكسده قويه جدا، ومهمين للبشره ومهمين للخلايا بتاعه جسمي. كمان في بايتين عشان الناس اللي دايما بتقول شعرها بيقع، كمان في فوسفورس وكالسيوم اللي هم مهمين جدا عشان العظم. فانا لما اخد الكومبو ده هلاقي ان انا شعري في تحسن، بشرتي احسن، كمان عندي باور اكتر، نومي متظبط، المود بتاعي بيتحسن. لانه دايما الحاجات دي بيبقى مشكلتها النظام الغذائي اللي بيفتقر لعناصر مهمه زي الفيتامينات والمعادن دي. بس بيجري بجد والله، بس وقت الحلو بيعدي بسرعه. لا مفيد بجد دكتور ايهام. اخر حاجه هسالك عليها، هل في اي اعراض جانبيه لبيستا او لالب مالتي فيت برضو عشان الساده المشاهدين يطمنوا؟ لا، ولا في اي سايد افكتس خالص، لان احنا اتكلمنا عن بيستا ان هو منتج طبيعي، كل الحاجات اللي فيه طبيعيه، امن للاطفال من اول 12 سنه. اي حد عنده مرض مزمن ما بيتعارضش معاه خالص، حتى الناس اللي عندها كوليسترول وسكر هو بيساعدهم عشان الالياف والكروميوم اللي موجودين فيه. بالنسبه للمالتي فيتامين بالعكس، انا هلاقي ان انا في تطور وتحسن كتير في صحتي. ممكن بس المشكله اللي تظهر للناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، عندها التهابات في المعده، التهابات في القولون، يلاقوا ان هو في وجع بطن خفيف، لانه وده مش من قلب مالتي فيت بس، ده من كل المالتي فيتامينز اللي موجوده، لانه الامتصاص شويه بيبقى ايه بالظبط. اشكرك جدا، نورتينا كالعاده. بشكر حضراتكم على متابعتنا لحلقه النهارده، نشوفكم بكره وحلقه جديده وعشر الصبح في الاهلي.